خلينا نحكي اخر شيء بس عن العاده. في كثير تطبيقات بحتاج اني اعرف الاورينتيشن، اقيس الاكسلريشن. من اشهر مثلا السنسرز اللي موجوده طبعا اللي هي اكسلروميتر. انا الاكسلروميتر في احجام منه، في الحجم اللي يكون الكبير التقليدي اللي هو نسميه سايزميك. سايزميك اكسلروميتر مبني على مبدا ماس وسبرينج ودامب. هو مش للزلازل بس هذا الاسم يستخدم هيك. لو سمعت اسم سايزميك اكسلروميتر معناها بداخله كلاسيكلي راح يكون في ماس وسبرينج ودامبر، والدامبنج عاده بيجي من الفلويد اللي معبى فيه بالجهاز، بتاثر بفورس خارجيه، والديفليكشن راح يصير تبع الماس بكون انديكيتر اوف الاكسلريشن اللي تعرض له الجسم. هلا من الاكسلريشن بامكاني ايش اطلع؟ بامكاني اطلع الهوم، كان اطلع كمان السبيد مضبوط، اذا عملت انتجريشن ممكن اطلع دي اوف تي. ففي كثير تطبيقات، يعني لو عندي سياره اوتونوموس فيكل فرضا وما فيش عندي ريفرنس ثاني، ما في عندي ريفرنس ثاني اقدر اجيبه، ما عندي جي بي اس مثلا، بامكاني باستعمال تراي اكسل اكسلروميتر. تراي اكسل يعني في اكس واي وزد. فبكون هذا الاكسلروميتر لما اجيبه بتطلع عليه بعطيك اتجاه الزد بكون معلم عليه، واتجاه الاكس واتجاه الواي. باستخدامنا نظريا لو انا جبت على سياره استخرجت الاكسلروميتر سيجنال، الثلاث سيجنالز هذول اللي موجودين هون، وعملت انتجريشن حتى اطلع بي ودبل انتجريشن حتى اطلع دي، بقدر نظريا اضل عارف مكان السياره حتى بعد فتره. يعني لو عندي سياره بدت من هاي النقطه مثلا وتحركت بهذا الاتجاه، وبعدين تحركت بهذا الاتجاه، وتحركت بهذا الاتجاه، وانا ما عندي جي بي اس، ما عندي جي بي اس سيجنال، شو الطريقه اللي بقدر اعرف وين السياره موجوده بعد فتره؟ احد الطرق اني اخذ السيجنال اللي جاي من الاكسلروميتر واعملها انتجريشن. طبعا بدي اعمل انتجريشن على الاكس والواي، وبدي اهمل الزد، اهمل الزد بالمحل لان احنا مفروضينها بلين. اذا كان مش بلين طبعا بدي اطلع من الاكس والواي والزد واطلع بالضبط البوزيشن تبع هاي بعد فتره. في كمان طبعا في الاكسلروميترز هلا صار احجام صغيره من الاكسلروميترز، ممكن تيجي على انتجريتد سيركت تكون ميمز ديفايس وبتعطيني كمان اوتبوت، بتعطيني اكس وواي وزد. فمين في منهم هذول كمان ميمز ديفايسز، وبتكون عادة بتيجي على شكل انتجريتد سيركت. بتكون زي بيم دكتور. زي بيم صغيرة. في داخله قصدك التصنيع في داخله؟ في داخل الانتجريتد سيركت. تمام. بتستخدم في التليفون كمان. صحيح طبعا طبعا كل كثير ديفايسز هلا صارت تستخدم فيها الميمز وبتعطيه. في تلت ميترز. تلت ميترز إلى حد كبير شبيهة بالأكسلروميتر، بإمكاني أنا أشتري الآن تلت متر يعطيني بعطيني الزاوية. فمثلا إذا كان الجسم مايل بهذا الاتجاه فرضا أو بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، بيطلع معي كمان 3 سيجنالز إكس وواي وزد، و 3 سيجنالز إكس وواي وزد بعطوني التلتنج، زاوية التلت تبعت الإكس، زاوية التلت تبعت الواي، وزاوية التلت تبعت الزد، بعطيني الهاي بالأوتبوتس اللي موجودة هون اللي بتطلع من السيستم. وفي كمان حتى هلا صار في جايروسكوبس، جايروسكوبيك يونت بتكون على انتجريتد سيركت كمان من كان نستخدمها، بس كلهم عمليا تقريبا مبنيين على نفس المبدا، انه انا بيطلع معي سيجنالز والسيجنال بتمثل اكسلريشن، ومن الاكسلريشن بقدر استنتج الفي والدي. هلا اللوكيشن الحديث للسيجنال شو صار يعتمد؟ على الجي بي اس. ممكن الجي بي اس اخذ اعمل كومبلمنتنج ما بين الجي بي اس والاكسلروميتر سيجنال، هذا بنسميه داتا فيوجن، بصير اخذ داتا من جهاز ديتا من جهاز ثاني، بدمج الديتا وبحسن الاكيورسي تبعت اللي موجوده هون. ما بعرفش الجي بي اس قديش الاكيورسي الحاليه له بهذه الحدود. هلا اذا بدي ارفع الاكيورسي ممكن اني ادمج السيجنال من الاكسلروميتر مع سيجنال للجي بي اس واخذ اكيوريت بوزيشننج للجهاز.